عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. من الثانية شوطنا الثاني عشر، وهذا الشوط الخاص أيضا بالجعدان المشتركات، هو سادس أشواط هذا الصباح ضمن أشواط المشتركات مباشرة إلى الصدارة الأولى. إلى المركز الأول يتقدم شاهين علي بن سعيد بن سلمة المنصوري، بينما المركز الثاني وصل فيه زيزوم مصبح بن سيف بن كاسب المسافري، والمركز الثالث شديد سالم بن حمد بن هميلة المزروعي بدأ يتقدم في هذه اللحظات ويأتي بهذه الانطلاقة، بينما هناك الوصول من مداهم سلطان بن عبد الله المنصوري يتقدم مع مداهم في هذه اللحظات، وهنا حشيم خليل بن محمد بن كداس الرميثي يتقدم رجل التراث وسباقات التراث مع غازي، يذكرنا بغازي ياتي مع هذا الاسم ومع اسم حشيم. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. عودة إلى مقدمة الشوط، شاهين لعلي بن سعيد بن سلم المنصوري يتقدم في المركز الأول، ياتي في الصدارة الأولى في الانفراد الأول والجميل على الصدارة على المقدمة الأولى ما شاء الله. المركز الثاني أيضا يتقدم زيزوم مصبح بن سيف بن كاسب المسافري ياتي من خلال هذه المنافسة، وهناك مداهم سلطان بن عبد الله المنصوري وصل، وهنا أيضا القدوم من شديد سالم بن حمد بن هميلة المزروعي وصل شديد، وتدخل حشيم خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي، ولكن نعود إلى شاهين على الصدارة. شاهين على المركز الأول، علي بن سعيد بن سلمه المنصوري يتقدم هذا الشعار، يقدم هذه النجومية، يقدم هذا الاندفاع، يقدم هذا الانطلاق على المركز الأول على الصدارة الأولى. شاهين علي بن سعيد بن سلمة المنصوري على الصدارة على المركز الأول على الانفراد الأول. الله يا بن سلمة يا بن سلمة مع شاهين، مع شاهين على الصدارة على المركز الأول على الصدارة الأولى. أيضا التهاني تنزف لسعيد بن سلمة المنصوري، سلام 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 على فوز شاهين، مشكور يا أبو سعيد. المركز الثاني مداهم سلطان بن عبد الله المنصوري، المركز الثالث وصل فيه ايضا هناك زيزوم صبح لسيب كاسب المسافر، دقيقتين 19 ثانيه 15 جزءا من الثانيه. تهانينا لعلي بن سعيد بن سلمة المنصوري، تهانينا لسعيد بن سلمة، والتهنئه للمضمر حمد بن سعيد بن سلمة على هذا الفوز.